وانطلقت الآن أفراس الإنتاج السعودي عمره 3 سنوات وأكثر في شوطها الثالث المخصص للخيال السعوديين المتمرنين وعلى مسافة 1650 مترا. وهذه مشاركة أفراس الإنتاج السعودي عمره 3 سنوات وأكثر التي كسبت من سباق وحتى 3 سباقات وقيمة الجائزة 44,000 ريال. ونون في المركز الأول، بنت خيرة في المركز الثاني، الآن المركز الثالث له هجرية، وأيضا المركز الرابع لطموم، والصدارة لنون، ومتابعة أيضا من قبل سلمى في هذا الشوط في المركز الثالث مع متابعة هجرية من الخارج للمركز الثالث. الآن بنت خيرة في المركز الأول، حرية أو نون في المركز الثاني، والصدارة الآن لهجرية في هذا الشوط بقيادة الخيال خالد القرشي. المركز الأول الآن الصدارة كما تشاهدون غير مستقرة لأي من الأسماء التي ذكرت، سواء هجرية أو نون أو بنت خيرة، والمنعطف الأخير باتجاه خط نهاية. وسلمى في المركز الأول تقترب، مستنفرة أيضا في المركز الثاني الآن، وسلمى متصدرة بقيادة الخيال محمد الفيد الآن في هذا الشوط. وكما تشاهدون تقدم قوي لسلمى، ما شاء الله تبارك الله، وابتعاد عن بقية الأفراس المشاركة في هذا الشوط. إذن سلمى لعلي بن محمد السحيمة في المركز الأول، وشوط الخيال السعوديين المتمرنين من نصيب الخيال محمد الفهيد.